سادس بروسيس معانا هي implement risk response. انا كنت وصلت ان انا عملت identify the risks وعملت analysis ليها وبدأت ان انا اعمل plan للresponse، وبعد كده اثناء فترة الاكسكيوشن ببدأ اراقب الريسكس دي عشان لما بلاقي ان التريجر خلاص حصل، ان في علامة معينة بتقول لي ان الريسك خلاص ده هيحصل، فببدأ انفذ الريسبونس اللي انا كنت مخطط له. وعشان كده البروسيس دي تعتبر من الاكسكيوشن بروسيس، implement risk response. تعالوا نشوف مع بعض الديفينيشن بتاع البروسيس. The process of implementing agreed upon risk response plans، ان انا انفذ الريسبونسز او الاستجابات اللي كنا مخططين لها ومتفقين عليها. عندي مجموعة من الانبوت والتولز والتكنيكس والاوتبوت. طبعا البروسيس دي في الاكسكيوشن، وعشان كده انا محتاج وانا بنفذها يكون عندي بقى الريسك ريجستر اللي موجود فيه ايه هي الريسكس اللي كانت موجودة وايه التريجرز بتاعتها والريسبونس اللي انا كنت مخطط له، عشان وانس ان التريجر ده حصل ابدا ان انا افهم ان الريسك از اباوت تو اوكير، خلاص هيحصل الريسك، فابدا اخد احتياطاتي وانفذ الريسبونس. مجموعة من التولز والتكنيكس، والاوتبوت عندنا الرئيسي هيكون ابديت للريسك ريجستر عشان ابين حالة الريسك ده، هل انا فعلا خدت الريسبونس بشكل معين، طيب هل تولد عنه سكندري ريسك، طيب الموضوع اتقفل خلاص ولا لسه مفتوح، ومحتاج ان انا اعمل دوكيومنتيشن للكلام ده في الريسك ريبورت. تعالوا نشوف مع بعض البروسيس ماب الخاصه بامبلمنت ريسك ريسبونس. هلاقي اول انبوت عندي هو الريسك مانجمنت بلان اللي بتقول لي ازاي تعمل جميع العمليات الخاصه بالريسك مانجمنت اللي منها امبلمنت ريسك ريسبونسز. انت محتاج تولز ايه، محتاج مين هم الافراد عشان تقول لي الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعتهم، مين التيم ممبرز اللي هيكون معاك في الامبلمنتيشن للريسك ريسبونس. من ضمن الانبوت عندي عايز lessons learned، لو في دروس مستفادة ممكن ان انا استخدمها او استفيد منها. الريسك ريجستر اللي موجود فيه الريسكس نفسها والريسبونس المفروض ان انا انفذه والتريجر المفروض اللي انا بتابعها. الريسك ريبورت بيديني موقف عن حالة المشروع بالنسبة للريسك. الانتربرايز والorganization ممكن ان انا اخد منهم organizational process assets. بالنسبة للأوتبوت عندي أول أوتبوت هو التشينج ريكوست، وارد إن يحصل تغييرات لأن أنا بنفذ ريسبونس، والريسبونس ده عبارة عن أكتيفيتيز بعملها. الأكتيفيتي قد ينفع مثلا إن أنا أعملها أو إن أنا أنفذها، وممكن وأنا بنفذ الأكتيفيتيز دي أكتشف لأ إن في حاجة تانية أنا مضطر إن أنا أعملها أو أقللها، فوارد إن ينتج عندي تشينج ريكوست. من ضمن الاوتبوت عندي lesson learned register عشان لو في دروس مستفاده معينه استفدتها اثناء تطبيق البروسيس دي ابدا ان انا اسجلها. issue log عشان لو وصلت لمشاكل او ظهرت عندي مشاكل معينه اثناء ما انا بنفذ الريسبونس ده، اكتشفت ان في احد المقاولين او احد الاطراف هيعترض على الريسبونس ده او هيبقى مش مفيد بالنسبه له، فيبدا ان هو يسبب لي مشكله، فاروح اسجل الايشو دي او المشكله دي في الايشو log. البروجكت تيم اساينمنتس لان انا بنفذ من خلال افراد فريق، فوارد ان انا اقول مثلا فلان الفلاني ده كنت مخطط انه هينفذ بس الراجل ده مش موجود انه يشتغل الريسبونس، فانا هحتاج حد تاني مثلا مكانه، او محتاجين ان احنا نستعين بحد تاني مثلا في تنفيذ الريسبونس، فمحتاج اعرف الاساينمنت ان انا اعمل لها ابديت. الريسك ريجستر وده اهم اوتبوت عندي لان انا عايز احدث الريسك ريجستر بحاله الريسك. انا كنت فاتح ريسك معين وقايل الاناليسيز بتاعه ايه والريسبونس اللي انا هنفذه لو حصل الريسك، محتاج بقى اعمل ابديت للكلام ده. هل الريسك حصل فعلا؟ طيب اخدت نفس الريسبونس ده؟ طب هل كان مجدي الريسبونس ده ولا لا؟ ولا اتصرفت ازاي؟ عملت حاجه تانية؟ طب هل تولد عن ده سكندري ريسك؟ ابدا ان انا اسجل الحاجات دي كلها في الريسك ريجستر، وبالتبعيه ابدا ان انا اعمل ريسك ريبورت بشكل دوري اثناء تنفيذ المشروع ان انا اسجل فيه البيانات اللي عندي. نبدا مع بعض في الانبوت، واول انبوت كان الريسك مانجمنت بلان. الريسك مانجمنت بلان فيها الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعت التيم ممبرز اللي هيشاركوا معايا في عمليه الريسك مانجمنت. من ضمن الانبوت عندي البروجكت دوكيومنتس منها lessons learned register عشان لو كان في دروس مستفاده استفدتها قبل كده اثناء تنفيذ مثلا الريسك ريسبونس، اكتشفت ان الريسك اونر اللي انا كنت مخصصه بدات ان هو مثلا بعضهم يكونوا مش موجودين، ان انا ما كنتش مراعي بشكل كبير مثلا الاجازات بتاعتهم، فاي دروس مستفاده هكون سجلتها في lessons learned register، فممكن ان انا اتعلم منها سواء كانت من مشاريع قبل كده او من المراحل السابقه اللي عدت يعني في نفس المشروع.
من ضمن الانبوت عندي الريسك ريجستر نفسه، لان موجود فيه الريسكس، موجود فيه المخاطر نفسها اللي انا بتابعها وبراقب التريجر حصل ولا لا، وموجود فيه الريسبونس اللي انا كنت مخططه عشان لما يحصل التريجر ابدا ان انا انفذ الريسبونس. من ضمن البروجكت انبوتس او البروجكت دوكيومنتس الخاصه بالانبوتس الريسك ريبورت. الريسك ريبورت بيديني ستاتس او الحاله بتاعه الريسك في الفترة الحالية عن المشروع. بيبقى آخر تقرير عندي عن الريسك، ممكن يبقى شهري أو كل أسبوعين بجيب آخر تقرير بيديني إنديكيشن عن الريسك، أو بيديني تقرير عن البيانات والمعلومات الموجودة اللي أنا محتاجها وأنا بعمل إمبليمنت للريسك ريسبونس. من ضمن الإنبوت الأورجنايزيشنال بروسيس أسيتس، التولز والتكنيكس، الاكسبرت جادجمنت، انا محتاج ناس عندها نوليدج، ناس خبراء يكونوا فاهمين ازاي ان انا اعمل الريسبونس او انفذ الريسبونس ده بشكل فعال. الانتربرسونال اند تيم سكيلز، محتاج انفلونسنج بسبب ان انا بنفذ ريسبونس، الريسبونس ده وارد ان هو يتعارض مع مصالح بعض الستيك هولدرز، بعض الستيك هولدر انا بنفذ ريسبونس معين، الريسبونس ده هيكون فيه مثلا تكاليف ماليه هدفعها او هيكون فيه اجراء معين، فبعض الناس من الستيك هولدر يقول لي لا لا التكاليف دي ما تدفعهاش في الاجراء ده مثلا، فيبدا ان هو يعترض. فالستيك هولدر اللي بيعترض ده انا محتاج اعمل له انفلونسنج، محتاج ان انا ااثر عليه واقنعه بان لا ضروري ان احنا نشتغل في الاتجاه ده لان هو ده الريسبونس اللي هيكون ناجح، لازم ان انا اعمل له انفلونسنج. That's because some risk response actions may be owned by people outside the project team or have other competing demands. عندهم other competing demands، متطلبات تانية تنافسية، أو مقصود بها متطلباتهم متعارضة، في تعارض ما بين الاهتمامات أو المصالح ما بين تنفيذ الريسبونس ده وما بين اهتماماتهم هم. من ضمن التولز والتكنيكس البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، لان الانفورميشن سيستم هو اللي بيربط المعلومات كلها بعض، سواء كانت المعلومات الخاصه بالريسك، المعلومات الخاصه بالتايم، بالسكيدجول. To ensure that agreed upon risk response plans and their associated activities are integrated with project schedule, cost and resources، ان انا اتاكد ان الريسبونسز دي كانت فعلا موجوده والتاثيرات بتاعتها او الاكتيفيتيز المتعلقه بيها فعلا موجوده في الجدول الزمني، فبعمل عمليه التشيك ده باستخدام البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. والاوتبوتس عندي المخرجات الخاصه بالبروسيس دي، اول حاجه هو التشينج ريكويست، اوامر التغيير. وارد طبعا يحصل اوامر تغيير لان انا بنفذ ريسبونس معين، والريسبونس ده وارد ان هو ينجح وارد ما ينجحش، فاضطر ان انا اخد اكشن سريع عشان ابدا ان انا اشتغل او ان انا اغطي الموضوع بتاع الريسك، فوارد ان انا اضيف حاجه جديده للمشروع، اكتيفيتي جديد، او ان انا اشيل اكتيفيتي معين من المشروع. من ضمن برضو الاوتبوت عندي البروجكت دوكيومنتس ابديت، واول واحده منهم الايشيو لوج، لان وارد ان انا وانا بنفذ الريسك ريسبونس ده احد الاطراف اللي موجوده في المشروع ما كانش متوقع ان انا هنفذ بالطريقه دي، او ان انا هعمل الريسبونس ده اللي ممكن ان هو يحس انه يضره فيبدا ان هو يوقف شغله ويقول لا انا مش مكمل بالشكل ده، فببقى انا محتاج ان انا ابدا اتفاوض معاه او اتكلم معاه او اقنعه عشان احل المشكله دي. وعلى نفس الجانب ان انا ببدا اسجل الايشيو دي في الايشو لوج. lessons learned register، لو في دروس مستفاده استفدتها بان انا بطبق الريسبونس ده ازاي. البروجكت تيم assignment، زي ان انا بزود الستاف تو ريكفر ذا ديلي، ده ممكن يبقى واحد من الامثله في موضوع التيم assignment. الريسك ريجستر تو ريفلكت اني تشينج تو ذا بريفيوسلي اجريد ابون ريسك ريسبونس. الريسك ريجستر هو يعتبر اهم ابديت هنا، هو يعتبر اهم اوتبوت عندي هنا، لان الريسك ريجستر هو اللي متسجل فيه كل البيانات عن الريسك مانجمنت، موجود فيه الريسك والتحليل بتاعه والتريجرز والريسبونس، فبالتبعيه انا محتاجه ان انا اقول طيب هل الريسبونس ده كان فعال ولا ما كانش فعال، طب الريسك ده مازال مفتوح ولا اتقفل، ولا مثلا متوقع يفضل مفتوح لفتره، ولا نتج عنه سكندري ريسك ومحتاج ان انا اعالجه. فالبيانات دي كلها هتبقى في الريسك ريجستر، عشان كده التحديث على الريسك ريجستر هيبقى اهم واحد من الاوتبوت عندي. to reflect any change to the previously agreed upon risk response.
واخر واحد الريسك ريبورت. الريسك ريبورت عبارة عن التقرير بتاع الريسك اللي انا بعمله بريوديكال، ممكن يبقى شهري، عشان اسجل فيه بقى الحالة الحالية، انا ايه من الريسبونسز كنت نفذتها بالفعل، واسجل الكلام ده بكل بقى التفاصيل بالناراتيف بتاعها، والاستجابة دي كانت مفيدة، لا اخدنا تصرف تاني، اتصرفنا ازاي، طب اتقفل الريسك، طب في كام ريسك لسه مازال مفتوح، طب في كام ريسك تنفذ الريسبونس بلان بتاعتهم. الكلام ده كله بسجله عشان يبقى عندي ستاتس، عشان يبقى عندي موقف او حالة للريسك مانجمنت خلال البريود دي، خلال الشهر ده او الاسبوع او الاسبوعين دول، وكذا ببدأ ان انا يكون عندي ريسك ريبورت. وبكده نبقى انتهينا من البروسيس السادسة عندي، implement risk responses.